إذن مشاهدينا الكرام، كي نتحدث حول افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره، بيسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور عبد الغني، صباح الخير عليك. أهلا وسهلا بحضرتك وبالأستاذة الفاضلة زميلتك، وكل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة ومصر كلها طيبة وكل عام. أمين يا رب. أمين دكتور عبد الغني، خلينا نفهم من حضرتك، يعني بعد مشاهدتنا منذ قليل دقائق قليلة لافتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد السيدة زينب بعد تطويره، والصورة الجميلة اللي احنا شايفينها ويعني شفناها مع حضرتك ومع السادة المشاهدين لهذا المسجد بعد تطويره، ايه الرسالة اللي حضرتك شايفها من خلال اهتمام السيد الرئيس بحضور مثل هذه الافتتاحات لمساجد أهل البيت بعد تطويرها، خصوصا أن هذا ليس أول مسجد بيتم تطويره لأهل البيت، ومن الواضح أن هناك خطة يعني للقيادة المصرية في هذا الشأن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دعني أقول أن ما يحدث لمساجد آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت هو أمر تاريخي لم يحدث في تاريخ مساجد آل البيت إلا في فترات، وكانت لبعض المساجد، يعني أنا متابع لحركة التاريخ العمراني لمساجد آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتذكر قايد باي وما قام به، ونتذكر الخديوي عباس حلمي وما قام به من ترميمات، ولكن سيكتب التاريخ أن أكبر توسعات وأكبر اهتمام وترميمات لمساجد آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. دعني أقول أن مسجد السيدة زينب رضي الله عنه وأرضاه أصبح تحفة معمارية فريدة، أضاف للعمارة الإسلامية وسيضيف للعمارة الإسلامية بعدا أحيا فيه التراث المعماري الإسلامي الذي كان قد اندثر، والذي كنا لا نراه في المساجد عموما وفي مساجد آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض. ثم دعني أقول أن هناك مشروعا ارتبط بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاه، أعتقد أنه يجب على اليونسكو، وإلا يكون اليونسكو منحازا، باعتبار أنه أهم مشروع ثقافي في القرن 21، وهو ترميم وإحياء مسار آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد السيدة عائشة مرورا بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاه، مرورا بمسجد السيدة رقية والسيدة سكينة بنت سيدنا الإمام الحسين، مرورا بشارع الصليبة والتحفة المعمارية في سبيل شجرة الدر، مرورا سيدي علي زين العابدين، ثم وصولا إلى السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاه. لذلك هذا أكبر إعمار لمسار زيارة آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التاريخ. أما بالنسبة لمسجد السيدة زينب الذي شاهدناه على الهواء، وشاهدنا افتتاح الرئيس له في هذا الحي المبارك الذي يعني باركته السيدة زينب بن سيدنا الإمام علي وأخت الحسن والحسين بوجودها فيه، فإن هذا المسجد أصبح أمرا فريدا، ومقام السيدة زينب، وأنا أتحدث بالمناسبة من أمام ومن داخل مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. طيب دكتور عبد الغني، يعني ضعنا في المشهد عند حضرتك والصورة، عايزين نعرف من حضرتك ملامح التطوير اللي حصل في مسجد السيدة زينب، بنتكلم عن الحوائط والرخام، بنتكلم عن الساحة الخارجية، مداخل ومخارج المسجد، وكمان مقام السيدة زينب، يعني ممكن حضرتك تشرح لنا أكتر تفاصيل عن هذا التطوير؟ يعني دعيني أوضح بعدا مهما جدا في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. كل اللي جه زار مسجد السيدة زينب يعلم أن مسجد السيدة زينب كان المسجد مواجها للمقام من الناحية الشرقية، فكنت حضرتك بتدخلي، لما تدخلي من الباب يبقى مسجد المقام على اليمين، والمسجد يعني أمام المقام على الناحية اليسرى. فالآن أصبح هناك توسعة تعادل المساحة القديمة التي كانت موجودة بل وأكبر من الناحية المواجهة لمقام السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها، اللي هي من الناحية الغربية اللي هي شارع فم الخليج. انت تعلمي ويعلم السادة المشاهدون ان مسجد السيدة زينب كان على شارع فم الخليج، وكان هذا فرعا من افرع النيل قديما، لذلك كانت المنطقة ضيقة، لذلك هذا التوسع من الناحية الغربية يعد توسعا تاريخيا في اضافة
جزء غربي لمسجد ولمقام السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، بحيث أن المقام أصبح كأنه في منتصف المسجد، كأن مقام السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها أصبح في منتصف المسجد. أما بالنسبة للزخارف الإسلامية وعودة الزخرفة الإسلامية بشكل، أعتقد أنه أصبح يعني تحفة معمارية، لدرجة أنه عندما تجدي الأعمدة والحوائط وكأنك يعني تجدين نفسك في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزخارف والعمارة الموجودة في سقف المسجد أو من ناحية الأبواب أو من ناحية القبة والمأذنة، أعتقد أنها أعادت للفن وللعمارة الإسلامية مرة أخرى رونقها، وأنها ستكون بادرة مهمة جدا في يعني هذا بعد مهم جدا تتبناه الدولة المصرية، مسألة الرؤية البصرية وعودة الرؤية البصرية لهذا التراث الذي كان منسيا والذي كان مهملا والذي ظل على مدار أكثر من 200 عام كان مهملا. وأنا يعني متابع لهذا التراث منذ يعني أكثر من 30 أو 35 سنة، هذا كان تراثا مهملا. عندما تعود العمارة الإسلامية إلى الواجهة مرة أخرى بهذه الضخامة وبهذه الفخامة وبهذا الشكل، أعتقد أنه يعني سيحسب وسيكتب التاريخ هذا لمن كان سببا ولمن أجر الله على يديه هذا الخير، سواء كان سببا فيه أو قام في عهده أو في كذا أو في كذا. ولكن دعيني أؤكد أيضا على أن رسالة الإسلام انطبقت مع رسالة مصر في هذا الصباح، وهي رسالة العمران. حضرتك مسجد السيدة زينب حتى يوم الافتتاح لم يتوقف. يعني أنا ممن صلى الفجر في مسجد الإمام الحسين، وأنا يعني معتاد منذ أكثر من 13 عام أن آتي لحضور المقراءة في مسجد السيدة زينب، ثم أذهب إلى مسجد سيدي أحمد الدردير وللمسجد الإمام الحسين، نفس الزيارات التي كنا نزورها قمنا بنفس الزيارات، مما يؤكد أن الدولة المصرية كانت حريصة على تسيير حياة الناس. يعني لم نعد كالماضي أن المسؤول، لذلك وجدنا أن السيد الرئيس قام بافتتاحي في الصباح في يوم الحد اللي هو المنطقة تقريبا بتبقى خالية والمحلات، وهذا يؤكد على أن البعد الإنساني والبعد الحضاري والبعد الذي يراعي الشعب المصري ويراعي الناس أصبح في قلب القيادة السياسية وأصبح في قلب المسؤولين عن ترتيب هذه الزيارة وفي هذا الوطن، وهي رسالة مهمة جدا تؤكد على دور الدولة المصرية. وأنا قريب جدا وكنت قريبا من ترتيب الزيارة وترتيبات الزيارة، رعت أحوال الناس، رعت المحلات الموجودة بجوار المسجد وفي المنطقة المجاورة، تيسير الأمور بالنسبة للطلاب. هذا وقت فيه طلبة المدارس بتذهب إلى المدارس، كان فيه انسيابية، لن تجدي ولا فرد واحد يشتكي من أنه لم يذهب. نقطة مهمة جدا يا دكتور. من الطبيعي أن يكون طبعا يعني زيارة بهذا الحجم وافتتاح بهذا الحجم أن تحدث يعني بعض الاختلافات البسيطة، ولكن دعيني أؤكد أنه كان في قلب الزيارة حال الشعب المصري ألا يكون هناك ضيقا، ألا يكون هناك تضييقا على أحد، أن تكون هناك سيولة مرورية بالنسبة للناس، أن تراعى مصالح الناس، أن تراعى المحلات الموجودة في المنطقة. لأنك تعلمي والسادة المشاهدون رأوا أن السيد الرئيس أتى من شارع صلاح سالم مرورا بمسجد الإمام الحسين من شارع الأزهر، ثم وصولا بشارع بورسعيد وصولا إلى السيدة زينب، والعودة كانت من نفس الطريق، وهذا يعني طريق ضيق. فإذا بالزيارة تأتي في يوم الأحد، لو حضرتك رحت يوم الأحد المنطقة دي تقريبا بتبقى المحلات فيها مغلقة في الصباح الباكر، يعني قريب جدا من وقت الفجر ووقت الشروق، مما يؤكد على هذه، وهو أمر أنا أوضحه وأدعو الإعلام أن يوضحه بشكل كبير جدا. بالتأكيد لم تتأثر حياة الناس، لم تتأثر سلوك الناس، لذلك كان وهذا هو مرضات وهذا هو سلوك آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لما أتوا إلى مصر دعوا لها، الذين لما أتوا إلى مصر دعوا أن تكون هذه البلد عامرة مستقرة آمنة. لذلك فآلوا مصر، فآلوا بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضافوا إلى مصر وأضافت إليهم مصر مزيدا من الاحترام
والإكرام والتقدير والتبجيل هذا عن المحبة هنا يا دكتور مرارا لهذا التبجيل والاحترام لأهل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. عن هذا المخزون الكبير من الحب الموجود عند الشعب المصري وفي قلوب الشعب المصري خاصة لآل البيت، يعني عايز أسأل حضرتك عن هذه النقطة. وبالتالي حضرتك بتذكر أنك ذهبت أيضا إلى مسجد يعني الحسين، مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه، وتحدثت عن يعني إذا قمنا بمقارنة لما حدث قبل التطوير هناك وبعد التطوير، والآن مسجد السيدة زينب ومن قبل ذلك مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنهم جميعا، ومن الواضح أن هناك عدد من المساجد. نعم انا ادعو حضرتك ان شوف مسجد السيده رقيه مسجد كبير، مسجد السيده سكينه رضي الله عنها على فكره مسجد كبير. نعم. مسجد سيدي احمد البدوي والسيدي ابراهيم الدسوقي على فكره. العمران بالنسبه لمساجد اهل البيت امتد لكل القطر المصري على فكره، ليس منطقه. نعم. فقط لذلك انا يعني استغرب من بعض البيانات التي تخرج تقول مثلا ان شارع الاشراف كشارع المعز. هذا شارع يبدا من مسجد السيده نفيسه وينتهي عند السيدة زينب، شارع ممتد كبير جدا، وأنا أدعو الكاميرات أن تذهب لترى هذا العمران وهذا التعب. وينبغي علينا أن نسوق لأمتنا ونسوق لدولتنا هذه الدولة التي أنزل الله سبحانه وتعالى اسمها في القرآن، مما يجعل التسويق لاسم مصر ولحضارة مصر فرض على كل إنسان يعمل في كافة المجالات. سؤالي لحضرتك هنا يا دكتور عبد الغني عن الخطة التي تحدث عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد طبعا صلاة يعني تحية المسجد، وبعد يعني أن تفقد المسجد بعد التطوير تحدث عن وجود خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت. هل في عند حضرتك أي معلومات فيما يتعلق بالمساجد الأخرى اللاحقة التي سواء يتم العمل على تطويرها الآن أو من المقرر أن يتم العمل على تطويرها في المستقبل القريب؟ والله يعني في أمور أنت يعني حضرتك أنا أعلم بعض أو الكثير جدا من المعلومات التي تتعلق بهذه الملامة، لكن يعني لم يأتي يعني أنت عارف يعني نحن دولة مؤسسات، وأنا عندما أتحدث هنا نتحدث عن أمر بذل فيه جهد وتم افتتاحه، لكني دعني أؤكد على رسالة مهمة جدا، أن القاهرة الفاطمية ستشهد عودة مرة أخرى لكل المعالم التاريخية التي كانت موجودة في القاهرة الفاطمية، سواء مساجد آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء مقامات الصالحين، سواء مقامات العلماء، لأننا نعلم أن هذه المنطقة بها الآلاف من علماء الإسلام الذين نوروا الدنيا، الذين كانوا الأئمة المجددين في تاريخ الإسلام، بداية من الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وكما قال الإمام السيوطي رضي الله عنه وأرضاه، الإمام ابن حجر العسقلاني، والإمام ابن دقيق العيد، والإمام محمد سيد الناس، وابن عطاء الله السكندري، والعز بن عبد السلام، وعلماء الملكية وعلماء الحنفية. يعني لو أنني يعني استمريت لحد المغرب في سرد الأسماء الموجودة في هذه المنطقة لن يعني يخلو من ذكرها. شيوخ الأزهر بداية من الشيخ الخراشي عليه رحمة الله، وصولا بالشيخ الحفني، وعلماء المذاهب زي سيدي أحمد الدردير والعديد جدا من العلماء. دعني أقول أن هناك نظرة عامة ونظرة شاملة لهذه المنطقة ولعودة هذه الأثار الإسلامية مرة أخرى ولعودة هذه الروح، لأن وجود آل بيت محبة المصريين لآل بيت سيدنا رسول الله هي روح تسري في قلوب المصريين، هي روح وحدت المصريين. وجود آل بيت سيدنا رسول، لماذا لم تستقبل أمة من الأمم كما استقبلت مصر آل بيت سيدنا رسول الله؟ لأن الطبيعة المصرية الموحدة بالله التي كانت موحدة قبل الأديان من وقت أخناتون، ومن وقت أن كانت مصر موحدة في أيام سيدنا موسى عليه السلام، وتجلى الله فيها الى في طور سيناء الى سيدنا موسى، هذه الامه الموحده التقت فيها بحب آل بيت سيدنا رسول الله. نستشعر يعني رمز العلم فيها، فكان رمز العلم فيها هو الازهر من السيده فاطمه الزهراء بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت اللوحه النبويه المباركه من سيدنا الامام الحسين والسيده زينب والسيده نفيسه وكل آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام، امتدادا لهذه العطره النبويه وامتدادا لهذا التراث النبوي المبارك الذي قال فيه الامام الشافعي رضي الله عنه ويعيش في مصر: يا آل بيت رسول الله احبكم
فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة لكم. الله كل عام ومثبت خير يا رب دايما دايما دكتور عبد الغني. ونستشعر أن هذا الأمر حب آل البيت في قلوب المصريين هو أمر ربما فطري بشكل كبير. يعني بنشكر حضرتك كل شكر على كل هذه المعلومات الدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.